ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة البامية بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هنجيب البصل والفلفل متخرط وفصين 2 ثوم متقطعين رفيع وعصير الطماطم والبامية مغسولة الاول وبعدين متقمعة. اول حاجة هنحط في الحلة بتاعتنا شوية زيت ومعلقتين سمنة او زبدة او المادة اللي احنا بنستخدمها يعني في الاكل وكده. اول حاجة طبعا هنحط البصل على الزيت او السمنة، وبعدين انا بحب بصراحة احط معلقة سمنة ومعلقة زيت، وبعدين الفلفل. هي دي تبقى بامية نيف نيف، اللي هي كل الحاجات مرة واحدة من غير ما تتسبك الاول يعني. وبعدين الثوم والبامية نفسها متقمعة طبعا، بس الأول مغسولة قبل ما تتقمع، وهننزل عليها بعصير الطماطم ونزود يا إما شوربة يا إما مية المتاح معانا يعني، مفيش مشكلة. ونقلبها تقريبا، وبعدين نحط لها الملح والفلفل الأسود. البامية دي يعني عملتيها بالطريقة ديت وأول مرة تدخلي المطبخ أصلا، أو أي حد عملها وأول مرة يدخل المطبخ، تبقى جميلة جدا. بس كده تغلي معانا، استوت وبألف هنا وشفا.